أصدر مجلس الوزراء اليوم عددا من القرارات لمواجهة المتحور الجديد من كورونا أوميكرون، حيث قرر مجلس الوزراء أن كل شخص مضى على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح 9 أشهر يعد غير مكتمل التحصين وعليه تلقي جرعة تعزيزية من اللقاح. كما قرر مجلس الوزراء إجراءات يجب اتباعها للقادمين للبلاد، وذلك بإجراء فحص PCR قبل الوصول ب48 ساعة يفيد بخلو من الإصابة بالفيروس، ويطبق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول، يؤكد الخلو من الفيروس.